لم يعد يخفي على أحد تورط الحكومة التركية في التدخل في شؤون الدولة السورية من خلال دعم الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقاً الإرهابيتين والمجموعات الراديكالية تحت مسمى الجيش الوطني، وذلك موثوق بتقارير دولية خلال الأعوام الماضية في الأزمة السورية والتي ترمي من وراء ذلك تنفيذ أطماعها وتوسيع نفوذها على حساب مكونات المنطقة وخاصة الكرد. إن صمت الدولة السورية وبعض الأطراف العربية والدولية حيال تلك التدخلات وبشكل سلبي ساهم في معاناة شعوب المنطقة والتي أوصلت سوريا لمرحلة يستحال التكهن بمصيرها. إن المقاومة البطولية التي يبديها شعبنا في شمال وشرق سوريا بكل مكوناته وتصديه لجميع المخططات حيث دفعت ثمن ذلك الآلاف من الشهداء والجرحى وقاومت ببسالة أدت إلى القضاء على الإرهاب وأفشلت جميع المخططات وكشفت زيفها. وتأتي مساعي تركيا الأخيرة في تعويم جبهة النصرة المصنفة إرهابيا من خلال السيطرة على مناطق في الشمال السوري ومن ضمنها عفرين وسط انشغال دولي في الحرب الأوكرانية، لتعود تركيا مرة أخرى جر النظام المتعطش للسلطة محاولة من خلال التصريحات الرسمية بإحداث تقارب مع النظام السوري على حساب أرواح مئات الآلاف من الشهداء والجرحى، وذلك من خلال ما تم الاتفاق عليه في توافقاتهم الأخيرة في أستانا، وهو استدارة على قرارات الشرعية الدولية وقرارها الأممي 2254 وتفعيل مسار المصالحات وإفشال مشروع الإدارة الذاتية وإعادة الأزمة السورية إلى مربعها الأول، مستغلاً انشغال القوى الدولية في أزمات العالم وعدم الاهتمام بالأزمة السورية كما يجب، والوصول لصيغة مشتركة تنهي الصراع في المنطقة. إننا في منسقية الأحزاب السياسية في إقليم عفرين نطالب الدولة السورية عدم الانجرار لمؤامرات الحكومة التركية والتي تبحث عن مصالحها وفرض أجنداتها عنوة، ومطالبتها بالخروج من جميع الأراضي السورية وفتح قنوات الحوار مباشرة مع جميع السوريين للوصول لحلول سياسية تنهي الصراع الدائر. وندعو الوطنيين الشرفاء في المناطق المحتلة من سوريا إلى تحكيم لغة العقل بدل الانجرار وراء الأطماع الحكومة التركية والتي ترى من مصلحتها إنهاء جميع الثوار الشرفاء وتصفيتهم من خلال اقتتال الفصائل فيما بينهم. وكما نطالب المجتمع الدولي السعي مع الدول المؤثرة على القرار التركي بمطالبة حكومتها بوقف التدخل في شؤون دول الجوار والعمل مع المجتمع الدولي على إيجاد حلول سياسية تنهي الصراع في سوريا وتأمين عودة جميع المهجرين
السوريين إلى ديارهم بضمانات دولية، والبدء برسم خارطة الطريق لإعادة بناء سوريا موحدة. الرحمة للشهداء، الشفاء العاجل للجرحى، تحيا مقاومة العصر، منسقية مكتب العلاقات للأحزاب السياسية في إقليم عفرين 24/10/2022.